زي ما هو قال سوء الأحوال الجوية، الجو قلب مرة واحدة الحقيقة، وشفنا أمطار غزيرة، نزل تلج كمان في بعض الأماكن زي سينا ودمياط، ومتوقع أن الأمور بتصل للرعد والبرق النهاردة بالليل، يعني بعد منتصف الليل في بعض المحافظات زي اسكندرية وغيرها من المحافظات الساحلية، يعني المحافظات اللي بتطل على البحر. معايا على التليفون دكتور محمود شاهين، مدير وحدة التنبؤات والرصد بهيئة الأرصاد. طمنا يا دكتور، مساء الخير. مساء الخير على حضرتك يا فندم وعلى كل المشاهدين، أهلا بيكم. أهلا بيك دكتور محمود، قولي الجو هيكون عامل إزاي النهاردة وبكرة، وهتستمر هذه الموجة كام يوم؟ هو النهارده كانت تعتبر ذروة الموجة من حيث عدم الاستقرار وسقوط الأمطار الغزيرة والرعدية على أغلب مدن سواحلنا الشمالية والوجه البحري والقاهرة. بكرة إن شاء الله تبدأ الأجواء تستقر تدريجيا، يعني خلال الساعات القليلة القادمة تستمر فرص الأمطار خفيفة المتوسطة أحيانا على محافظات الوجه البحري، تمتد مناطق للقاهرة خلال الساعات الأولى من يوم الأربعاء. أيوة. بالنسبة للمناطق بتاعة شمال ووسط سيناء وشرق الجمهورية مستمرة فيها فرص سقوط الأمطار بكرة متوسطة، قد تصل لحد السيول على مناطق في وسط سيناء. أما باقي محافظات الجمهورية من ظهر الأربعاء الأجواء هتستقر تماما وتقل فرص سقوط الأمطار على باقي محافظات الجمهورية. طيب حضرتك بتنصح الناس بإيه؟ يعني احنا نتابع النشرة الجوية، احنا طبعا يعني يروحوا المدارس عادي ويروحوا شغلهم. المدارس خلاص الاجواء بتستقر، مش مشكله. احنا طبعا بنأسف بس على الحادث الأليم بتاع المركب، طبعا بس متابعه النشرات الجويه مهم جدا اللي بتصدرها الهيئه العامه للاصوات الجويه، لان احنا نوهنا عن حاله عدم الاستقرار قبل ما تحصل ب 72 ساعه، وقلنا ان في اضطرابات جويه وتقلبات جويه وسقوط امطار وارتفاع امواج ويعني ونشاط رياح. فالحمد لله يعني احنا بنقول طب هل في تنبؤات مهم جدا الفترة الجاية. دكتور محمود، في تنبؤات الأسبوع اللي جاي إنه يحصل برضو موجة تانية؟ لا طبعا احنا بنقول خلال الفترة اللي جاية في فرص سقوط أمطار من خفيفة المتوسطة على مناطق من سواحلنا الشمالية، يعني الأمطار طبيعية وما فيهاش حالة من عدم الاستقرار ولا حاجة، أمطار طبيعية من خفيفة المتوسطة زي ما بنشوف في فصل الشتاء. لسه ما تمش رصد التنبؤ بحاله من حالات عدم الاستقرار في الايام اللي فاضله من فصل الشتاء، ولكن مجرد ما بنرصد حاجه زي كده بننوه عنها، وبيتم طبعا التنسيق ومتابعه الحاله اول باول وبننوه عنها في كل وسائل الاعلام طبعا. بشكر حضرتك دكتور محمود شاهين، مدير وحده التنبؤات والرصد بهيئه الارصاد الجويه. فاصل ونواصل.